مساء الخير عندهم يقولون نزل على المدينة وطالع الضيعة وفي الضيعة يقولون طالعين لعندو، فهو يسكن في صخرة جبلية عالية فكيف لا يكون مفكرا حرا ومتذوقا للإبداعات والشعر هو خزانة الشعر الشعبي الذي يسميه بعض اللبنانيين الزجل وبعضهم المحكي على لسانه كل يوم أسعد سعيد زين شعيب وخليل روكوز هو هكذا قبل أن تورطه علوم السياسة كتب وألف عن العامل القومي في السياسة المصرية التوسع في الاستراتيجية الإسرائيلية عصر التسوية سياسة كم ديفيد وأبعادها الإقليمية والدولية كل ذلك كان في نهاية الثمانينات وفي مطالع التسعينات اطلق دراساته في تاريخ المجتمع العربي ثم ركز ابحاثه على الانتفاضه وتقرير المصير انتبه ان الناس تحتاج لوعي المصطلح وفهمه فكتب عن المفاهيم الاساسيه للحرب والسلم في ظل العلاقات الدوليه وكتب عن الجغرافيا السياسيه والاقتصاديه والسكانيه للعالم المعاصر وعن المشكله السكانيه والسلم الدولي. ورغم انه تجنب الخوض في نزاعات انماط السلطه الا ان الا ان فلسطين بقيت تمثل المساحه الابرز ونقطه المركز في ابحاثه حيث الف سلم اوسلو والدوله والقضيه. ومن محور لبنان دخل حرب المقاومه على الاحتلال الاسرائيلي واختتم مرحله التسعينات او الالفيه الثانيه في التسويه الصعبه والتبصر في التسويات العربيه والاسرائيليه دخل الى الالفيه الثالثه من ابواب النزاعات الدوليه وحقوق الانسان العربي وتطور الفكر السياسي والعلاقات الدوليه في الاسلام والتوسع الاطلسي والازمات العالميه والافغانيه والعراقيه تورط في السياسه واصبح وزيرا ملكا تورط في النزاعات وهو الباحث عن حلول لها ثم عاد الى موقعه الطبيعي والاحب الى نفسه رئيسا للجامعه اللبنانيه هو نبع من ينابيع اقليم التفاح التي تتفجر لغه وشعرا وابحاثا وعلما هو في رئاسه الجامعه لا زال منكبا على كتاب جديد كلما كان هناك هم جديد هو رئيس الجامعة اللبنانية معالي الدكتور عدنان السيد حسين المفكر المثقف المتعدد المواهب في شخصية صلبة واحدة أهلا شكرا وسهلا علي. فيك معالي الدكتور عدنان السيد حسين يعني اليوم نحن عندك بمكتبك بشكرك وأهلا وسهلا فيكم مكتبكم <applause> آه خواب الكلام دائما عم يستضيف مبدعين آه يمكن شوي مقدمتي طويلة ولكن تستدعي حضرتك شخصية إلى هالقد هذا أقلع. لطف منكم شكرا. شكرا بلش من وين بتحب نبلش؟ من المفكر من الأديب من رئيس الجامعة من الوزير الملك يعني بعتقد كله هم ثقافي نعم وكله اهتمامات تنبع من علاقة الإنسان بأرضه بوطنه مم. وبالإنسان الآخر مش بالضرورة الإنسان الآخر يكون مختلف الإنسان كل إنسان ويا ريت نحن بننطلق من جوهر الفلسفات كلها والأديان كلها نلتقي حول عبارة كتير مهمة بعتقد من أهم إنجازات القرن العشرين حقوق الإنسان كل إنسان نعم. أنا بهالدوافع بشتغل فضلا عن التزامات الأكاديمية من وقت ما انتسبت الجامعة طالب ب 72 نعم. وصولا إلى أستاذ في الجامعة اللبنانية من سنة التسعين إلى اليوم والمراحل اللي ذكرتيها حضرتك ذكرتي عبارة تورط بالسياسة نعم. عبارة مهمة لأنه أنا ما كان قصدي ولا بتخطيطي إني أكون وزير أو كون في عالم الممارسة السياسية صحيح أنا أستاذ في العلوم السياسية لكن فرق كبير بين العلوم السياسية وتكون بالسياسة بعالم السياسة نعم. فرق كبير لأنه ما في شك إنه الخبرة كثير مهمة بهالمجال لكن بجو لبنان اللي حضرتك بتعرفيه وكلنا بنعرفه كان في صعوبات كثيره وانا بعتقد بعدنا ما قبل فكره الدوله الحديثه نعم. احنا بعدنا عم نتخبط ما وصلنا بعد الى فكره الدوله الحديثه اما الضيعه والمدينه الضيعه الويزه نعم قضاء جزين آه اللي هي شو, مت... شو عندك من الويزه شو عندي شو في بذكرياتك وبجعبتك عندي كل شيء عندي الطفوله البريئه عندي التعلق بالارض بالصخر، عندي تراث آه، امي وبيه وجدي كنت حضرتك متعلق بجدك كثير والوالده الله يرحمها يعني اثر وفاتها فيك لانه جدي الله يرحمه كان مهتم بالشان العام دون ان يدخل الى الجامعات م. وكان يقول لي مشكلات لبنان ما بتنحل بس بلبنان بدا اهتمام عربي وعالمي من الناس الفطريين الى حد كبير المتعلقين بأردن نحنا ربينا بجو غير طائفي منطقتنا ما عرفت طائفيه وهذا شيء بعتز فيه وبتذكر طفولتي مليح حدنا وجرجوع نحنا خليط للاسف مضطر اقول هالكلام بزمن طائفي وزمن التمذهب آه، هذا شيء طبيعي يكون بكل البلدان لكن نحن بلبنان بس بلبنان نتميز نحن بطائفيتنا بتعصبنا بتاسف لك هذا انحدار كبير يا ريت بنرجع للي قالوا جبران آه، ويل لأمة كثرت فيها طوائفها وقل فيها الدين بدنا ننتبه للتعليم نعم بتذكر كان التعليم الرسمي آه قبل ال 75 في لبنان قليل ما تشوفي مدرسة رسمية ما فيها من كل الطوائف نعم. وأساسا بيروت اللي نحن ربينا فيها واللي نرتبط فيها ما بس بالمكان وبالزمان نرتبط بالوجدان ببيروت اللي أعطتنا كل شيء ولكل اللبنانيين ما كان في مدارس من لون واحد يعني كأنك عم تقول أنه هلأ نحن رحنا صوب القراءة الأصعب قبل ما كان فيها هالقد يمكن تمييز من ناحيه انه الطائفيه كانت هالقد متجذره بوطنا وبين اللبنانيين بلا شك حتى آه. انه بيعتقد الزواج المختلط كان بدا يدخل لبنان لحد ال 75 آه. طبعا اسف قلك بين السنه والشيعه ما كان ما تروح اي شيء من هالقبيل بدليل الزيجات المشتركه وانا بعتبر اللي بيحكي بهالقضايا هيدي اما جاهلا او متجاهلا آه. نحن لازم نطلع من كل هالقضية نحو المواطنة نحو هو الإنسان نحو لبنان كوطن كيف نفهمه يعني أنا كنت من أيام قليلة مع طلاب الحقوق بالجامعة اللبنانية في حوار قلت له أنتوا ليه بتزربوا حالكم بالفرع اللي أنتوا فيه في خمس فروع لكلية الحقوق وفي فرعين إضافية يعني سبع فروع طيب أنتوا زوروا هالفروع كلها انتوا فيكن تعملوا انشطة مشتركة طب لشو بيعود السبب بس للطلاب؟ لا لا ابدا حركة مجتمع لا. اثار حرب اهلية مدمرة دخلنا فيها احقاد خوف متبادل خوف خوف ابن المنطقة يزور خوف ابن. خوف على المصير لا. قلق على مستقبل اولادنا وهن الشباب يسمعوا اهلهم شو بيحكوا في البيت عشان هيك في نزعة كبيرة للسفر دكتور عدنان كنت عم تقول أنه بي... أنه بيك أثر فيك و... وجدك ولكن التكوين الثقافي تكوين الوعي لعندك كيف اشتغلت عليه كيف اشتغلت على ثقافتك و... وخصوصا نحكي شوي عن جانبك مثقف وشاعر أيضا وأنت قارئ جيد, جيد. جيد ومستمع جيد قارئ للشعر ملست بشاعر قارئ جيد ومستمع جيد وبتقول بجلساتك كثير أشياء هيك حلوة الوعي الثقافي بيتكون مثل ما حضرتك اشرت بطريقه من الطرق من الاهل ومن المدرسه والمجتمع اللي ما. احنا عايشين فيه انا بعتقد الانفتاح اللي كان موجود ان كان بالجنوب او في بيروت بذاك الوقت وتعدد المنابع الثقافيه لأساتذتنا اللي كانوا في الابتدائي وفي المرحله التكميليه والمرحله الثانويه بيخلقوا عندك تفاعل وبيخلقوا عنا نوع من الحب الاطلاع نعم. على الموجودات آه والدي يعني بدي اعترف قدام حضرتك كان له اثر كبير بانه يكون مواظب يعني يكون متابع مش انه اشتغل يوم يومين وارتاح بعدين وارجع لا في استمراريه وهذا كان ينبهني لقلوب من الصغر يمكن هالشيء خلاني احيانا استفيد من معظم الوقت كانت زملائي يسالوني كيف عم تكتبوا عم بقول لهم كل يوم انا عندي برنامج للكتابه أه قبل ما اكون استاذ جامعي ووقت ما صرت استاذ جامعي أه استفدت من الوقت الانفتاح كتير مهم السفر كتير مهم القراءات المستدامه اللي هي بتخليك تشوف العالم بانواعه وثقافاته ومشكلاته بعدين ما بغالي اذا قلتلك العلوم السياسيه بحد ذاتها كعلم قائم على ثقافه متعدده نعم اكيد في جانب يتعلق بالتاريخ بيدخل بعلم السياسي في جانب بيتعلق بالفكر السياسي لا. في جانب بيتعلق بالقانون خاصه القانون العام نعم في جانب بيتعلق بالجغرافيا وعلاقة الإنسان بالأرض هيدا الثقافة العامة الثقافة نعم. العامة معظم مواد العلوم السياسية بتطل على مواد أخرى وكان استاذنا الله يرحمه حسن صعب يعرف علم السياسة هو علم مجمل المعارف الإنسانية هالتعريف بيحفر بنفسنا نحن وطلاب بدنا نشوف أكتر علم السياسي وندخل في تشعباته في منعطفاته كيف تطور هذا العلم لا حتى صار اليوم بامريكا مثلا هالعلم يحتل المركز الاولى بالعلامات الطالب اللي بده يدخل على الجامعه مع كليه الطب نعم. والى حد كبير بالقاهره يحترم هذا الامر وقت سالتهم بالقاهره الجمعيه العربيه للعلوم السياسيه ليه بتاخدوا معدل عالي للعلوم السياسيه لقبول الطلاب الجدد كان الجواب هؤلاء يمثلون الدولة عاوزين نبعث ناس بيليقوا بالدولة دكتور حضرتك إذا بتقيم طلابك علوم سياسية هي جزء منك كتير كبير الثقافة الثقافة العامة اللي كنا عم نحكي عنها كيف بتقيم الطالب عندك على الكتاب اللي بتعطوه يدرسها ولا على ثقافة التو يعني أسئلة بتعطيهم هي هي أسئلة عامة في نوعين من طريقة التعليم بمرحلة الإجازية في اسئله بتتعلق بمعلومات بده يحفظها الطالب وفي اسئله بتتعلق بمدى ثقافته ومنهجيته كيف بيفكر هاي مرحلة الإجازة اللي هي ثلاث سنوات بالنظام الجديد وكانت أربع سنوات بالنظام القديم بالماستر الوضع بيختلف لا هون ما عاد التركيز على حشو المعلومات أو حفظ المعلومات صار التركيز على التفكير بالمعلومات والانطلاق منها نحو اوراق بحثيه او عمل بحثي بيبدا الطالب يفكر هون او يتعلم كيف يبحث بالدكتوراه بحث كامل ما اله علاقه بالحفظ اله علاقه بالتحليل اله علاقه بمنهجيه التحليل بطريقه التحليل الجامعه انتقلت تدريجيا من مرحله الحفظ والتلقين في السنوات الاولى إلى مرحلة المشاركة بين الأستاذ والطالب بعملية تربوية يمكن بدها وقت طويل نعم منشان هيك عم نتشدد بتطبيق قانون التفرع على الأساتذة نعم أنه أنا كأستاذ جامعة ما بيخلص دوري فوت على الصف أعطي ساعتين وأطلع دكتور مرقت أنت عم يعني عم تحكي عن آآ آآ تعاونك مع الطلاب او كيف بتدرجوا بالعلوم السياسيه وقلت انه نظام الامدي الجديد اللي كان اللي صار ثلاث سنين وكان اربع سنين، طب شو ايجابيته هيدا النظام؟ هذا النظام ايجابيته مفترض انه يفتح المسارات الاكاديميه على بعضها، يعني طالب الاعلام كيف بيتعاون او بيستفيد من اجازه العلوم السياسيه والعكس. طالب الفلسفه بالاداب كيف بيستفيد من مواد اخرى في غير كليه. طالب الهندسة وطالب العلوم طالب الطب وطالب الصيدلي وهكذا آه الإيجابية الثانية أنه ممكن يفتح مجال للأبحاث وبركز أكثر على التفكير والمشاركة أكثر من عملية حفظ الدرس والأخذ بالعلوم كمحفوظات بدنا ناخذ بالعلوم كتعمق في تحليلها وتعمق باستكشاف أسبابها ونتائجها اما في جوانب سلبيه للنظام انا ما بنكر من الجوانب السلبيه انه ضيق الوقت في كل فصل دراسي خصوصا ببرامج مثل الحقوق والاداب صارت شوي عم تضيق الوقت على استيعاب الطلاب، مم. يعني في ماده بدك تهضميها بسنه او او بتسع اشهر عم تاخذي احيانا اربع شهور او اقل. نعم هيدي من القضايا اللي بدنا نحلها. بدا. بس بلا شك بلا شك انه البرامج ما بتتغير لا كل سنه ولا كل سنتين، بدها وقت, وقت طويل حتى تتغير دكتور عدنان رح نرتاح نحن وياك شوي والمشاهدين لنروح آه لفاصل او للحظات وبنرجع لكم للحقيقه نتشكركن على حسن الاختيار، انتوا اخترتوا شخصيه مميزه بالبلد مثل شخصيه معالي الرئيس عدنان السيد حسين. اه لو سئلت عن رجل عادي للحقيقه كان اه هين كتير اني اعرف عنه. بس وقت اللي اه رجل مثل اه شخصيه عدنان السيد حسين بيجمع بشخصيته عده رجال بالفعل بيستحيل الانسان انه يعطيه تعريف دقيق لانه عنده غنى كثير. هذا الرجل تبوق اعلى المراكز وواجه اكبر الصعاب وعرف يفككها وعرف يفكك العقد ونجح. للحقيقه بتريدي اني حدثك عن الوزير الملك اللي اتخذ المواقف الجريئة والصائبة بأحلك الظروف وخلص البلد بدك مني حدسك عن الاستاذ المحاضر في القانون والسياسي وحب طلابه وطلابه حبوه بدك حدسك عن حتى استاذ الرياضيات لأنه علم إلى جانب السياسي والقانون الرياضيات بدك حدثك عن قائد جيش لبنان الثاني عدنان السيد حسين قائد جيش اليوم بلبنان هو جيش لبنان الثاني 72 ألف طالب و7000 ما بين عميد ومدير واستاذ وموظف وطالب عدنان السيد حسين أراد أن تكون الجامعة اللبنانية جامعة لكل أبناء الوطن للحقيقة لازم نسمي الجامعة اللبنانية الجامعة حمل المشعل والمسؤولية بعض الأحيان لوحده كان بدون مجلس جامعة قاد السفينة بأصعب الظروف وما تراجع ونجح صمد بوجه استهتار الدولة الدولة تركت بعض الأحيان الجامعة اللبنانية وغابت عنها ما وتابع وكان في وراء جنود وخلص السفينة تحدث مع كل عميد ومع كل أستاذ ومع كل طالب ومع كل موظف وضرب بعض الأحيان بس بإيد ناعمة وبابتسامة دايمة بدك مني حدثك عن الأب الصالح اللي ربى عيلة ووصلها لأعلى الشهادات بدك مني حدثك عن عشرات الكتب والابحاث والمداخلات والندوات والمحاضرات المتنوعه اللي عملها بحياته اولى اهتماماته كمان كانت هيدا المكتب اللي نحن عايشين فيه اللي اليوم في تقريبا اكثر من 32 الف طالب واكثر من الف استاذ عم يدرسوا اللغات بلبنان اللغات الانجليزي والفرنسي والعربي وهلا أطلعنا السنه هون بكليه الفنون أربع لغات زيادة الصينية والروسية والإسبانية والألمانية أهم ميزتين عند المعالي الرئيس هن الصديق والإنسانية دكتور عدنان السيد حسين صديق وفي ترتاحي إنك تجلسيه يعشق السير على الأقدام في الطبيعة يتلو الشعر على مسامعك هو عم يعني يمشي حدك والطبيعة يعشق الغزل والزجل والغناء أكبر ميزة عند الرئيس هي المواطنة الحقة وكتب فيها وراح بلبنان بكل المحافظات وحاضر عن المواطنة عدنان السيد حسين شخص عابر للطوائف والأديان دينه انسنه الانسان ما بيفرق بين مسلم ومسيحي، بين درزي وشيعي، وبين سني وشيعي هذا هيدا عابر لكل الطوائف والانديان، فلسفه عدنان السيد حسين هي بتتلخص بكلمه وحده هي انسنه الانسان اللبناني. دكتور عدنان شفنا سوا يعني كلام دكتور شريم هو مسؤول عن معهد اللغات بالجامعة اللبنانية شو بتحب له أه بدي اقول انه دكتور شريم من الأساسي المنتجين في الجامعة والعاملين بلا تردد بلا آه. كلل الرأي اللي بقوله أنا بعتز فيه من زاوية انه يأتي من شخص شاغل تربويا على حاله كتير نعم آه. من وقت ما بعرف من عمر تحت ال20 سنه بدا بالتعليم انا سمعت كلام عنه بعده مناطق من الاديره الى المساجد الى المجتمع صحيح. المدني بيحكوا عن جوزيف شريم كيف له دور في النشاه والتربيه والتعليم العام ثم التعليم الجامعي هو من اساتذتنا الكبار الباحثين اكيد بنوجه له تحيه دكتور, آه دكتور عدنان بنحكي شوي عن الوزير الملك اللي استقالتك سقطت الحكومه بعهد آه الرئيس الحريري آه تورطت بالسياسه انا بوافق على هالتعبير تورطت كيف قدرت توفق بين الاستاذ اللي بداخلك واللي بيعطي علوم سياسية واللي هو أيضا أستاذ رياضيات وبين أنك تكون وزير عم تشتغل بضمير إيه لا شك الضمير بدي يكون حارسنا وين ما رحنا بس أنا ما بنكر في صعوبة كبيرة كأنك حطيتي إيدك على نقطة كتير مهمة هي أنه كيف بتوفق بين أنا عاتك الفكرية أو القيمية وبين الممارسه السياسيه في لبنان اللي بيعتريها كتير مشاكل وثغرات و... واذا بدك قضايا غير مقبوله يعني مثلا موضوع التعصب موضوع الفساد موضوع اهتزاز الولاء الوطني وضعف الولاء الوطني هاي كتير امور اساسيه كانت تحفر عنا أنا لا طلبت تكون بهالموقع ولا سميت حالي هالتسمية بتعرفي أنتو الإعلام سلطة بتقيدونا وبتملكونا وبتوجهوا أحيانا آه لكن أنا كنت مضطر للاستقالة بنقطة كتير أشرت لها أنا عدة مرات بوسائل الإعلام بس ما حدا من اللي أيدوا استقالتي أو انتقدوها بركزوا عليها اللي هي تجنيب البلد بين من فتنه بين السنه والشيعه. انا كنت شاعر انه هالموضوع عم يطرق الابواب وانه في مين عم يشتغل عليه. عفوا بس برايك بعده هلا ما عم يطرق الابواب؟ عم يطرق الابواب بشكل كبير. نعم. ولكن بذاك الوقت لو لم استقل بعد استقاله الوزراء المعارضين العشره لا يمكن للحكومه اصلا ان أنتصف. تستمر. نعم. وان تنتج. الاخطر من ذلك شو بده يكون بكره بالشارع شو بده يكون بكره بالشارع بعد الخيم اللي كانت موجوده بساحه البرج آه. واللي كانت تفسر عن قصد ما غير قصد بابعاد طائفيه وابعاد فئويه دكتور عدنان قد ايه اخذ منك تفكير بالاستقاله؟ طبعا مش قرار سهل يعني اخذ ايه اخذ شويه وقت طبعا القرار السياسي بده يوازن بين السلبيات والايجابيات وقت اللي ايجابيات بتطغى بدك تاخذ القرار وانا اه عندي وجهه نظر تفصيليه بهالموضوع اه وعندي اه ما سمعت وما قلت بهالموضوع بيجي وقت اه اذا قدرنا بدنا نكتب هالامور ها. تكون معروفة قدام اللبنانيين. توثيق يعني. أنا ب... نعم. توثيق المرحلة. المسؤول الوزير يعني مسؤول سياسي. نعم. بالتعريف البسيط بعلب السياسي. مسؤول السياسي يعني مسؤول عن الشأن العام. ما في يقول أنا مع الشعب وبخدم الناس وواقعياً ما عم اشتغل. الفتنة والحروب الأهلية أكبر تدمير لشعبنا ولبلدنا. نحن لحد هلا. ما خلصنا من اثار الحرب علينا مم. لا امنيا ولا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا عم نجرجر اذا جاز التعبير مشاكل اي جيل اللي تاذى اكثر جيلكم ولا جيلنا؟ أه ولا بعدها مستمر أه جيلنا نحن بيعرف لبنان قبل ال 75 كان مش معرفه معمقه كنا اول شبابنا بس كنا نعرف انه بلبنان اللي بيخالف قطع السير اذا بدك قطع المشاة اذا بدنا نخالفه بياخذ ضبط مثلا كنا نعرف اذا واحد بده صاحب محل نظف محله ورمى المي على الرصيف بياخذ ضبط آه. كنا نعرف انه انا ما في خالف القانون بنظم عمل البلديات فتنا على الجامعه بتقول يعني كان في وعي اكثر وثقافه اكثر؟ كان الجو مختلف مش قصه ما هو الوعي بينتج عن اجواء نعم. محليه وخارجيه اول شيء الجو المحيط فينا ما كان مثل هلا داعش واخواتها كان جو وطني وجو عربي ما كان جو مسلم مسيحي مثل ما هلا مطروح ولا جو سني شيعي نعم. واذا بتهدي غير بلدان في قبائل اليوم مطروحه نعم في قبليه في عشائريه في مناطق عم تتقسم ضد بعضها بتقول ثروه البلاد لهالمنطقه دون المنطقه الثانيه يعني الانانيه بالتفكير طلعوا من نعم. مفهوم الدوله كلها راحوا للزواريب والازقه لبنان ما كان هيك بالسياحه ما كان هيك بالثقافه بيروت كانت تعج بالمنابر الثقافيه م. حكيتي عن الزجل علقنا بالزجل نعم. شغلتين تلفزيون لبنان بشكركن من ايام جوة زغلول الدامور اللي بالاسبوع مرة كانت تطلع تصوري من الأربعة كبار زغلول الدامور طال الله عمره والثلاث الباقيين الله يرحمهم الله, الله يرحمه عليهم زين شعيب واسعد سعيد وجان رعد طب خلينا نلطف الجو مين ما كان يسمعنا هون نعم جو الش... الجو شوي بهيك بشي قصيدة آه بتذكر اسعد شوية. سعيد نعم. خاطبها الله يرحمه ومنه لك الله يرحمه فستانك يا عيوقه آية من الفن نعم حاضن أجمل مخلوقة مبلوم جن بلوم منجن. إبلوم القام الممشوقة وقلب المحن عانى هداة المحروقة بنار الزنار الله <applause> هيدا <applause> لبنان الثقافي طبعًا. اللي كان موزع على كل بلاد العرب دمرناه بجهلنا تخيلك ما حدا يقول لي تعدد الطوائف نعمه الا اذا اثبتنا ذلك نعم مضبوط معك حق لا. دكتور عدنان بكتابك عن المواطنة تفسيرات كثيرة وقراءات جيدة لا المفروض انه عدد كبير من اول شيء الطلاب يقروه طلاب عم يقروه وعملنا وقروه. عنه ندوات نعم. بفضل آه مجهودات طلابنا واساتذتنا بكتير من فروع الجامعه بس قراءه يمكن القراءه العامه بتقول هل في تقصير لمفهوم لمفهوم المواطنه والوطن في فهم بـ 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 بالمصطلحات صحيح نحن مشكلتنا الى حد كبير وهي بعلوم الفلسفه كلها مذكوره نعم. اهم شيء الانطلاق من المصطلح اليوم اذا قلنا فكره المواطنه واحد بيقول لي مثلا المواطنه انه تحب بلدك شو واحد لا هذه وطنية المواطنة أكبر من ذلك المواطنة فيها مساواة بالقانون بين الناس بالحقوق والواجبات المواطنة فيها أبعاد اقتصادية واجتماعية الثروة الوطنية للجميع نعم. آه تكافؤ الفرص بين الجميع على قاعدة المساواة فكرة المساواة فكرة أساسية بالمواطنة مش بس حب حب الوطن والتغني بأمجاد وهذا شيء مهم بالوطنية بالشعور الوطني ولازم ننميه بولادنا وطلابنا وكل الأجيال أنا بعتقد بلبنان كنا قاطعين شوط بهالمجال لحد الخمسة 75 بدي أقول لك شيء إنه ما كان بالجامعات ينحكى بين الطلاب والمسيحية إنه هوا ما بيعدوا مع بعض أو هوا بهالغرفة وهوا بهالغرفة ما كان استاذ مسيحي اذا فات على الصف في مسلمين يتردد او اذا او مسلم فات عند المسيحيين يتردد اسف اقول انه كثير انحدرنا وصار بدا اهتمام ثقافي لخلق الوعي يعني كانك عم بتقول كمان مقارنه بين جيلكم وجيلنا انه كان جيلكم في عنده مش بس وعي اكثر كان في ثقافه اكثر قراءه اتيح له اتيح له جو مختلف وكان المحيط بلبنان أصلا كانت بيروت مكان للثقافة طيب وقت بيروت مندمرها ومنعمل خط تماس طب بيروت هلأ مكان لشو بيروت تحاول أن تستعيد بقول بكل صراحة هل استعادت بيروت مكانتها التي كانت الجواب لا قطعا قطعا ساحة البرج اللي كانت سيدتي ساحة البرج ساحة الشهداء يعني م. كان القلب اللي بدخله كل لبنان بدنا وقت لنرجع نعم. لكن بيروت قد ما هي عصية على التطويع قد ما هي عصية على التصحر والتجهيل عم تحاول ما تغيب نعم. لا بالثقافة ولا بالفكر نعم. وفي اخر كم سنة في كتير امور بدأت تنشأ ببيروت لازم نشجعها وأنا بعتقد جامعتنا ليس من باب التفاخر رح نحكي كثير عن الجامعة اللبنانية لأنه يعني الاشخاص اللي عرفوا انه اليوم في حوار معك اسئله كتير هيك بدنا نفوت فيها ولكن بدي هيك فوت شوي بما انك عم تحكي عن الفكر وحضرتك باحث ويعني قارئ ومثقف وعندك اكثر من 24 25 مؤلف، بس ما نحكي شوي عن علاقتك بالعلامه الراحل السيد محمد حسين فضل الله واللي كنت اشتغلت بيمكن بمسيره عن حياته وكان موصيك يعني حضرته قبل قبل ما يمكن يتوفى. الموسوعه اللي صدرت بال 2011 او 2012، خبرنا شوي عن هذا الموضوع. سماحة العلامه المرجع السيد محمد حسين فضل الله هو تفكيره موسوعي يعني عندما ننشئ موسوعه او نضع موسوعه له انطلقنا من حقيقه هذا الرجل وكان الفكره لسماحته الله يرحمه وبتذكر بنص عملنا كنا ما زلنا نجمع المعلومات نبوب تعرفي في عدة الشغل العمل الموسوعي التقيت فيه وكان حالته الصحية شوي متراجعة قلت له أنا بتعهد أني أكمل الموسوعة وكنت وقتها وزير وكان وقت كتير مضغوط صرت أطلع بالأسبوع يوم أو يومين إلى المكتب قبل منا كنت أتواجد يومياً لفترة ستة شهور كان في فريق معي بوجه لهم كل تحية وإكبار متحمسين أربعة خمسة ستة استخدمنا أسلوب حديث بتقميش المعلومات وتصنيفها وكان في تسع مجلدات طلعت بال 2011 مثل ما ذكرتي حضرتك أه ليش سؤال ليش حضرتك يعني اللي اختارك من باب الصداقه ومن باب من باب كل شيء من باب معرفته فيه ومعرفتنا ومن باب كنت أنا أشوفه كل شهر مرة تقريبا نطرح أمور فكرية وسياسية إلى علاقة بالأوضاع العامة آه وبتذكر مرة قلت له بدي أعمل بحث كبير علاقات دولية في الإسلام قال لي هذا عمل شجاع يحتاج إلى متابعة وبده صبر لا. قلت له رح استفيد منك صاحب السماحه بالفقه اللي عندك اياه نعم كنت عم تقول تسع مجلدات كنتوا عم تحكوا بتسع مجلدات عن كل شيء بخص العلام نعم الراحل نعم نعم من تفسير ال... القران نعم الى الفكر الاسلامي الى احكام الفقه وشو اعطى فتاوى بهالمجال نعم. الى نظرته الاجتماعيه وفي موقف تفصيلي عن المرأه بتعرفي قديش كان نعم وسع البحث بهالمجال حكيتوا عن انفتاحه وشوي يمكن النظره او طبعًا الحرب طبعًا اللي كانت ضده حتى في شيء موقفه من الشعر والادب نعم لانه هو كان شاعر وكان شاعر مجلي حتى في البعض بيقول له لو لم تكن عالما دينيا بهذا كنت شاعر شاعرا نعم محلقا نعم آه بعدين حكينا عن نظرته للثقافه بمعناها العام للحضاره بمعناها العام وموقفه من فلسطين بشكل تفصيلي لانه كان يعتبر مثل ما تفضلت وقلتي بالمقدمه البوصله هي فلسطين علينا ان نحدد مواقفنا كل مواقفنا من من القضيه الفلسطينيه وفي كمان احد المجلدات بتوقف عند الحاله اللبنانيه كمان نعم سؤال عم اختصر كتير انه كيف تنحل مشكله لبنان والنظام بلبنان والمجتمع اللبناني؟ قالوا الجواب ابن دولة الانسان اللبناني دائما كان يتكلم عن الانسان عن الانسان إنسان. نعم الله يرحمه دكتور عدنان رح توقف نحن وياك والمشاهدين لنشوف شهاده من احد الاصدقاء نرجع بعدها لنكمل برنامجنا خواب الكلام انا الحقيقه معالي رئيس الجامعه الاستاذ الدكتور عدنان السيد حسين عرفته ايام الشباب كان في علاقه وطنيه عروبية جماعتنا أه، نحن بلشنا كشباب مصريين كنا ننتمي لهذا الوطن لهي الامه كنا مؤمنين بقضاياها وباهميه القتال والنضال من اجل حمايتها من اجل تحريرها من تحرير فلسطين من الاحتلال الاسرائيلي من اجل الوحده العربيه الطموح العربي كنا نشوف بعبد الناصر هداك الشاب العربي الهامي القامي الممشوقه الكبيره اللي كان تمثل امال وطموحات الشاب العربي والوطن العربي جمعنا هذا هذا الموضوع ابتعدنا بسبب ظروف العمل والحياه كل واحد منا راح بحياته ورجعنا التقينا بالجامعه بعد مرور سنوات عديده اكتشفت انه عدنان السيد حسين بعده عدنان السيد حسين وحفظ الألقاب بعده هيداك الشاب الوطني العروبي القومي لا طائفي لا مذهبي اللي بيشتغل للوطن همه الجانب الوطني بيتحرك بهالخلفيه بيشتغل بها الخلفية فرجعنا التقينا نتفق بالرأي ونختلف بالرأي ولكن بيبقى أنه الهم الوطني هم واحد وما زال هو هو بالنسبة للجانب العملي للجانب الأكاديمي يقاتل بيشتغل حسب قناعاته يمكن تتفق معه يمكن تختلفي معه ولكن هو عنيد في قناعاته بيقاتل من شان هال... هالقناعات بيتطرف بقتاله بي... من شان هالقناعات وبيبقى مؤمن ومنسجم مع نفسه مع مواقفه مع ارائه وما في شك انه هو شخص امين ونظيف دكتور عدنان شفنا سوا دكتور نبيل الخطيب عميد كلية الأداب في تعاون كتير بينك وبين العمدة وبين الأسد يعني كمان طبعا. كان عم بيقول بالشهادة اللي قبل دكتور شريم أنه أنت رئيس جيش أو أو ضابط جيش بما أنه في ألف أكثر من سبعة آلاف يمكن أستاذ وما بعرف قديش عدد ال خمسة آلاف أستاذ, أستاذ أكثر أستاذ من سبعين ألف, سبعين ألف طالب آلاف موظف وعامل وأجير في الجامعة كل الاحوال راي زملائي خاصه راي عميد كليه الاداب والعلوم الانسانيه دكتور نبيل الخطيب انا بعتز فيه، نبيل الخطيب من الناس اللي حفروا ايضا في الجامعه وتركوا اثر كبير، والان هو يقوم بورشه عمل كبيره ضمن كليه الاداب لتطوير اعمال هذه الكليه ان كان الاكاديميه او الاداريه. نعم عنده كتير صعوبات عم عم نساعده كلنا وهو رجل قدير وعم يتعاون مع كل اللي موجودين بالكليه نعم. اهم شيء عند دكتور نبيل الخطيب ويمكن نشترك مع بعضنا فيه نحن منتخطى جدارات الانقسامات والتقسيمات التقليدية في لبنان بس تعوقتوا بكلية التربية لتبلشوا يمكن الت... تهتم الأداب أصلاً. الأداب نعم الأداب الاهتمام بدأ قبل دكتور نبيل والاهتمام ما بقول بلش معي أنا من ثلاث سنين تكون أنا منصف لا الاهتمام موجود قبلي من أيام الرئيس شكر من أيام الرئيس بيصير الرئيس أسعد داب ولكن بصراحة ديب كونه أكبر كلية بالجامعة وفيها أكثر من تسع أقسام بكل فرع واللي هي اليوم سبع فروع بالجمهورية نعم. تصور كلية فيها اليوم 18 ألف طالب كان فيها 22 ألف من سنتين نقص عدد الطلاب ليش السوريين فيها آه سوريين آه يعني كنا مثلا ب 3000 سوري اليوم عندنا 1000 سوري مثلا دكتور تعاون مع وزاره التربيه ودوره يعني مثل في التاريخ بنشاه الجامعه قديش في يمكن بنقول مش ما راح نقول تزاوج ولكن في تعاون كبير كيف دائما بتكونوا حريصين لحتى تكملوا يمكن طريقكم مع بعضكم نحن علاقتنا مع وزارة التربية علاقة وصاية فقط من الوزارة على م. الجامعة وليس علاقة تبعية لتوخزيني هون في فرق بالقانون الإداري بين علاقة التبعية وعلاقة الوصاية نحن منا تابعين لوزارة التربية اسم الجامعة اللبنانية مؤسسة عامة مستقلة م. رئيسة بالإدارة وبالمال وبالتعليم بيتمتع بصلاحية الوزير باستثناء صلاحية التشريع لانه ما إلي حق طلع مراسيم اما وصايه الوزاره على الجامعه تنحصر بامور اداريه وامور إلى علاقه بعلاقه مؤسسه عامه مثلنا مع الحكومه اللبنانيه بدها تمر عبر وزير وزير التربيه وزارة التربية نحن وياها بعلاقة دائمة عبر مجلس التعليم العالي نعم كمان هاي مسألة كتير مهمة كتير مهمة تخطيط للتعليم العالي لكل الجامعات والجامعة اللبنانية وزارة التربية بيتبادلوا خبرات أحيانا الوزارة بتحتاج لكفاءات معينة في مجال نعم. اختصاص محدد إعلام ثقافة تربية بيطلبوا من عندنا ويمكن حضرتك بتعرفي أنه كلية التربية في الجامعة اللبنانية اللي هي مولجة بشيء أساسي تأهيل تأهيل الأساتذة نعم. في مراحل التعليم ما قبل الجامعة هي التي تقوم بإعداد المدراء والأساتذة والمدربين في مرحلة ما قبل الجامعة، بالتعليم الأساسي والتعليم الثانوي، نحن في الجامعة اللبنانية نقوم بهذا الدور بالتعاون مع الوزارة، لو ما في تعاون سنوي ودائم مع الوزاره ما بتستقيم الامور دكتور عدنان طلع يعني بالفتره الاخيره تم تفريغ عدد كبير من اساتذه الجامعه ألف 1200 استاذ بكل يمكن الاختصاصات هل هالتفريغ حل مشكله من من مشاكل الجامعه الحاجه ل بلا لك. شك نعم. لانه كان عدد المتفرغين مع اساتذه الملاك ما بيوصل ل 1200 استاذ تقريبا وعم يتناقص بسبب التقاعد اليوم نحن جامعة بهالضخامة حتى مع ال 1200 اللي اخذناهم جداد ما فينا نحل كل المشكلة بنحل جزء كبير دخلت فيها السياسة القانون رح اقول لك القانون اعطانا 80% من اساتذتنا متفرغين تصوري قبل التفرغ الاخير كان عندنا 23% هلا صرنا بحدود ال 50% م. القانون عطونا ل 80% نحن اكثر من 2500 استاذ حاليا بالساعه غير متفرغين وعنا 2400 تقريبا او ما دون ذلك بالملاك وبالتفرغ السياسه دخلت نعم بالفم الملآن وعم علي صوتي ولكن الجامعه الفلتر تبع الجامعه النصفيه تبعية الجامعه رقابه الجامعه ما فيها تسمح لمخالفه الامور في بعض الاسماء اللي انطرحت مع الاحترام لوضعن ما أخذناهم لانه ما بنقدر نحن نخالف القانون بشروط كلية من الكليات نعم أضيف لذلك إنه في أساتذة استمهلوا فترة معينة التحاقهم ليستكملوا الشروط اللي موجودة نعم اللي بده يفوت على الجامعة بده ينخرط فيها بده يقبل الرقابة الداخلية اللي بنسميها التقييم ايفالياسيون واللي طالبته الحكومة بقرار التفرغ إنه أنتو قيموا الأساتذة نعم. نحن ماشيين نحن ماشيين وبرجع بقول لك اذا في تعاون بين الرئيس الجامعه والعمده والمدراء او المديرين كلهم سوا عم بتبسط كثير الامور دكتور لا بس مش عم بسط يعني بتعرف بالاعلام مش عم بسط انا بدي اشوف هالاعلام اللي هو إله علي قبل ما انا اقول شو الاعلام بطلع ما في المشاكل الاعلام اعطاني اعطاني فرص من سنه ال 95 من 20 سنه خاصه انا وقبل ما اكون وزير بس في شيء بالجامعه اللبنانيه ايجابيات ما بضوا عليها الاعلام نحن ما عندنا مكافآت ندفعها نحن نظامنا ما بيسمح نحن ما لنا قطاع خاص نحن قلت اللي نخرج 500 طبيب ما بشوف انه بالاعلام في اهتمام غيرنا مع الاحترام بغير جامعات بيخرجوا اقل من هذا العدد نحن عندنا ضعف بالطب او بالهندسه او بالصيدله او بالزراعه او بطب أسنان او بالحقوق ليش عم يعملوا فينا هيك؟ خلافات نعم في خلافات بالجامعة بس أقل من خلافات تحصل بكل مواقع التربية والتعليم في العالم العربي فينا ننكر أنه أنه ببعض الـ الـ الجامعات يمكن آه، الأحزاب ما لها دور أو مش مسيطرة أو ما بتتدخل بمعظم الأشياء أنا ما في ماني عامل بلوكاج أمام الأحزاب بس أنا عم أطلب من الأحزاب شيء نعم. احترموا نظام الجامعة داخل حرم الكلية واحترموا النظام الأكاديمي ونحن ما فينا ننجح طالب إن كان بمباراة دخول أو بالدراسة لأسباب سياسية أو أكاديمية وأنا بقلك بكل راحة ضمير هالأمر مرتاح له مستوى الأكاديمي وخلي حدا من كل الجمهورية اللي دخل طالب واحد واحد على 12 كلية فيها امتحان دخول بالواسطة أبدا نحنا عنا أبناء عمدة بالجامعة ما نجحوا بالدخول لبعض الكليات دكتور عدنان بس نحن مثل ما نعرف أنا مش, نعم. أنا مش عم بسط أنا مش عم أنا بقول لك اللي قلنا واللي علينا نعم عنا بعض الخلل في الجامعة اللي هو ناتج عن ضعف موازنتنا قصر إيدنا لازم ندفع أكثر لبعض الباحثين للعاملين وين صار مركز الأبحاث؟ نحن عنا رح لك نحن عنا ضعف بوضع الموظفين نحن من عشرين سنه الدوله ما عم توظف لنا وانا من خلال هالبرنامج صحيح انه برنامج مطلبي برنامج فكري وثقافي بس ما بحق لنا بعد 20 سنه نجيب لنا 200 300 موظف وفق شروط الجامعه ولتكن مباراه مس الخدمه بغير مس الخدمه اللي بدهم اياه نحن مؤسسه عامه مستقله بحاجه لعدد كبير من الموظفين لا تقدروا اداراتكم تمشي على القليله مش بس العدد ستنا النوع اكيد جيل الموظفين انا بحييهم هول القدم ما اجوا بزمن الكمبيوتر هون بس هلا جيل موجود عنصر الشباب بالعشرينات كله كمبيوتر عايز طيب هو شو دوره؟ وين اني؟ هيك عم نستع... عم نستعين نحن بعدد من الكفايات اللي بتتخرج من الجامعه مدرب هون او مساعد هون او اجير هون او متعاقد تنقدر نعالج هالمشكله بس هذا منه حل جذري انا بعترف انه هاي مشكله بالجامعه مركز الابحاث مركز الابحاث في كثير مراكز ابحاث نشات وفي مراكز ابحاث كانت موجوده ما راح اقول لك انه انا اوجدت كل مراكز ابحاث نص الجامعه كان فيها مراكز ابحاث بالقانون وبالمراسيم بدات تشتغل في خمس او سبع مجلات متخصصه بدات تصدر بما فيها مجله من كليه الاعلام صدر عدد منها على امل ان تصدر بقيه الاعداد بالتربيه بالاداب بالحقوق من العلوم الاجتماعية no. نحن ماشيين باستعادة دور المجالات البحثية وحصر هذه الفرق البحثية تحت عنوان مراكز أبحاث no. أطعنا شوط فيها ما بعتقد العقبة في شي عقبة أهم من الوضع المالي بالجامعة لأن الخبرات البشرية موجودة بعدين بالمجالات العلمية الدقيقة متكلية العلوم والهندسة والطب والصيدلة والصحة العامة نعم no. عنا ثلاثة تروا بلاتفورم ثلاث منصات بحثية عم نفيد فيهن ما بس الجامعة يعني عنا منصة بترابلس عم تفيد كل الخبرات اللي لها علاقة بالمياه لفحص المياه ودراستها no. هذا الموضوع نحن ماشيين فيه أه بده شغل أكتر بلا شك بده تعاون أكتر التشريع الداخلي اذا جاز التعبير بالجامعه كثير صار في قوانين في انظمه عفوا وفي تعاميم وفي قرارات بتصب بتطوير البحث العلمي ونحن بتصور درجه تانية بلبنان بالبحث العلمي هل الجامعه اللبنانيه هي صوره مصغره عن عن المجتمع اللبناني باحزابه وبطوائفه وب وب, وب, وب وب بلا شك لكن بمشاكله 100% لانه هالطلاب عم يجوا من هالبيئه كان في مثل هيك حبكه لاطفال الجامعه اللبنانيه بمعنى ما معنى انه يمكن آه توسيع دائره الجامعات الخاصه آه مثل مؤامره آه. على الجامعه اللبنانيه لاطفال آه لا لأ نهائيا هي جديده همنا جديدة بعد ما استمرنا ولادتنا متعسرة كانت سنة واحد وخمسين نعم الله يرحم هذيك الجيل المؤسس كل ما كنا نعمل كلية ننشئها كان فيها مشاكل وإضرابات بتذكر أنا من الطلاب اللي مشوا بزهرات سنة الأربعة وسبعين باتحاد طلاب الجامعة اللبنانية لنطالب بالكليات التطبيقية طب هندسة زراعة حصلنا المرسوم بهداك الوقت لتطبق بعد فترة إجت الحرب الأهلية أطاحت إلى حد كبير بالجامعة بتماسكها أنا ما بدي أروح لفكرة المؤامرة كل المسؤولين او معظمهم اللي تعاقبوا على السلطه في لبنان لم يهتموا في الجامعه اللبنانيه الاهتمام الكافي لا. موضوع الجوده كاليتي إحنا ماشيين فيه انا ما بقبل عدم تطبيق قانون التفرق الشغله الثالثه اللي نحن ماشيين فيها هي موضوع تعميق البحث العلمي في الجامعه والانطلاق من البحث الفردي لكل استاذ الى الفرق البحثيه وبفتخر اني اقول مستوى الجامعه اللبنانيه الاكاديمي لا يضاهى ولا يقارن باعتراف كل جامعات العالم ونحن جهادتنا معترف فيها بكل, بكل جامعات, العالم. العالم. دكتور عدنان سؤال اخير يمكن من تلفزيون لبنان عم بيقوم يمكن نهضه ببرامجه وفي يمكن اعاده اذا نقول تصوير بعض البرامج القديمه على طريقه طريقه جديده وراح يكون فيها العنصر الشبابي هو طاغي من ممثلين، كاتبين سيناريو، أيضاً مخرجين والانتاج لتلفزيون لبنان بالتعاون مع الجامعات بكل لبنان، ان كانت خاصه وايضا الجامعه اللبنانيه. برايك الجامعه اللبنانيه بطلابها الفنون قادرين انهم يحملوا هيك مسؤوليه؟ انا بعتقد بمعهد الفنون في امكانات بشريه وفنيه كثير عظيمه. بالسينما والتمثيل والاخراج والمسرح والمسرح فضلا عن الفنون التشكيليه اللي بتعرفيها حضرتك آه هذا بمعهد الفنون بكليه التربيه في عنا خبرات مهمه بالاداره وبالتوجيه وبالارشاد بكليه الاداب في الشعر اللي بيجمعنا وبيجمع كثير امثالنا في الادب في الفلسفه يا ريت من خلال هول يطلوا على تلفزيون لبنان اللي هم نعتبره تلفزيوننا نحنا يعني التلفزيون لبنان مؤسسي من مؤسسات الدولة في لبنان والجامعة اللبنانية كذلك أيضا نعم هيك أنا لاحظت بالمدة الأخيرة كمان في تحديث في برامج جديدة في صورة بدأت أوضح في آه وبرنامجك اللي من حيي ومشكركم دور كمان بنشر توعية ثقافية ونحن بأمس الحاجة لإله خلي هالجيل اللي ما بيعرف لبنان قبل ال 75 يعني يتعرف على لبنان بكلمة ختامية شو بتحب تقول؟ بدي اشكرك ستنا ومن خلالك بشكر تلفزيون لبنان وبدي اقول اتمنى على تلفزيون ان يكثر من هذه البرامج لانها ضروره للمواطن في لبنان وبنتمنى لبلدنا الاستقرار، الامن اولا وتأتي الأمن. كل الامور. شكرا لك رئيس الجامعه اللبنانيه الدكتور عدنان سيد حسين وشكر الاكبر لكم مشاهدينا ولفريق العمل اللي دائما دائما من محل لمحل ليكون دايما خاب بالكلام من افضل البرامج الثقافيه وتصبحوا على الف خير